نرجع لولاية جندوبة وتحت شعار دمي لتونس نظمت اليوم الغرفة الفتية العالمية في بلاريجيا يوم للتبرع بالدم في محطة القطارات بجندوبة الفيت المؤسسة الأمنية والعسكرية حملة انطلقت بتحية العلم وتكريم مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية وعرفت إقبال كبير من الأهالي اللي أكدوا مساندتهم المطلقة للمجهودات الأمنية المبذولة وتضامنهم مع قواتنا في التصدي للإرهاب. حملة التبرع بالدم وتكريم ورد جميل للجنود والأمن الوطني والقوات اللي قاعدة معناها سهرة على حمايتنا، وهذا أقل ما واحد ينجم يعمله في للبلاد نتاعو، خاطر معناتها كيف ما نعرفوا تونس بلاد خير وأرض طيبة، ويلزمنا معناها نكونوا الكلنا من كل واحد من موقعه يقدم الأفضل لتونس. دمنا ولحمنا كلنا نتبرعوا به للأمن لقوات الجيش، فهمني، واللي ناضلوا علينا في الجبولات وشادين سلاحهم لقينا صدورهم علينا نحن.